عموما كابتن خالد جد الله مساء الفل يا فندم. كابتن خالد. ايوه الو. يا مساء الفل. يا مساء الفل. مبروك نص الارض. الله يبارك فيك. بس انا محتار وقلت انت اللي هتجاوبني. اتفضل. هو ده النص بالعرض ولا بالطول؟ يعني نخش على الارض دي بالطول كده نقسمها نصين ولا هي بالعرض؟ لا هي بقى اصل انا قعدت يعني في نقاش على القهوه مع اصدقاء ليا في الموضوع ده بتاع ساعه الا ربع. اه. ففي الاخر قلت لهم الارض بتلف عايزينها بالطول شغال بالعرض شغال ما بتقعد تدور طول اليوم. ايوه. صح ولا غلط؟ تقول لي. اه طبعا طبعا هي بطوله. لا هي بطوله طبعا غاليه لانها وجديدة. اول بطوله اول بطوله بتتعمل. واول كاس بيتعمل والنادي الاهلي بياخدوه ده طبعا بيتحط في بيتكتب. قريت الحاجات اللي كانت بتشكك فيها؟ الحاجات اللي ايه؟ تشكك في هذه البطوله او في الكاس دي كانوا بيقولوا كاس فيك ده مجرد يعني مرحله في كاس القارات اللي هي الانتر كونتيننتال يعني مش ما فيش حاجه اسمها بطوله نص الارض ما فيش حاجه اسمها بطوله اسيا وافريقيا والباسيفيك اللي هي المحيط يعني هل قريت الكلام ده ولا ما بتركزش في الحاجات دي؟ لا ما بركزش بصراحه يا بختك يعني ما بركزش في الحاجات دي انما هي بطوله. انت بتجيبوا الاعصاب دي منين؟ اصل كابتن رمضان قال لي نفس الجمله ما بركزش في الحاجات لا احنا نركز في الحاجات المهمه الحاجات اللي يعني ما بتبقاش ذو اهميه ما بنركزش فيها مش كده شغل سوشيال. هي البطوله دي مين اللي عاملها؟ الاتحاد الدولي فيفا فندم والكاس والميداليات وكل حاجه الاتحاد الدولي. طيب يبقى يعني طبعا. لو 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 في حاجه هيبقى فيها تشكيك يبقى بقى الاتحاد الدولي يسال فيها يعني تمام. انما النادي الاهلي هو بطل هذه البطوله وبطل الكاس ده 2 مليون دولار جائزتها و2 مليون دولار طبعا يساعدوا كتير طبعا ميزانيه يساعدوا بشكل كبير ميزانيه النادي الاهلي بالنسبه للكوره يعني طبعا طبعا. طب كابتن خالد الاول انت قريت طبعا عن القصه بتاعت كابتن عماد فاروق خدت بالك من الموضوع ده؟ لا انا سمعتك وانت بتتكلم دلوقتي يعني آه. انا ما كنتش قريت بس انا سمعتك وانت بتتكلم دلوقتي. انت مع وجهه نظري ولا حضرتك مع وجهه نظر كابتن عماد يعني ما كملش 6 7 ايام وفوجئت بالتصريحات دي وان هو بيعلن رسميا رحيله عن الجهاز الفني كمعد نفسي للفريق ايه رايك؟ والله يعني انا برضو في علامات استفهام كبيره جدا في الموضوع دون وواضح ان في حاجات مش احنا ما نعرفهاش يعني مش كل حاجه اعلنت من حتى من جانب او اللي اعلن من جانب النادي الاهلي الحاجه الرسميه ان هو اتعين كمعد نفسي بالنسبه للفريق الاول ده اللي احنا عرفناه مش عن طريقه هو النادي الاعلى عن طريق النادي الاهلي وكابتن رمضان بالليل كان معايا على الهواء وقال لي انا سالته بالصدفه كده ما كنتش اعرف طبعا انه ممكن ما يكملش يعني النهارده فبالليل في نص الليل كانت المكالمه قال لي اشتغل وتمام وبدا شغله يعني اتكلم راجل كويس معرفش ايوه معرفش هو بس الحاجه اللي نقف عندها ان زي ما بقول لك ان هو لما ابتدى الشغل النادي الاهلي هو اللي اعلن ان هو اتعين عشان يشتغل كمعد نفسي مع الفريق الاول بتاع النادي الاهلي مظبوط النادي الاهلي هو اللي اعلن هذا الكلام مظبوط في المشيان بقى عماد هو اللي اعلن ان هو مش النادي انت فهي دي المفارقه الغريبه يعني النادي عين واحد وبعدين الواحد دون جه قال لك انا مشيت وظروف ومش ما فهمتش يعني طب انا يعني اوكي لا انا متفاهم الجزئيه دي بس هاخد يعني سيادتك من خلال خبراتك تقول لي هل يجوز ان حد معد نفسي او اي حد يعني أيوة. اذا تولى المسؤوليه يوم 22 هو كابتن عماد بيقول انا توليت بشكل رسمي يوم 22 اكتوبر اوكي وانه الفاينل بتاع كاس السوبر الابطال المصري كان يوم 24 بعدها باقل من 48 ساعه ايوه هل ممكن يبقى ليه دور في الفوز بالبطوله بالشكل اللي مكتوب في تصريحاته اننا نجحنا قدرنا نحقق بطولتين بكاس السوبر ومباراه العين يعني هو ليه دور كبير فيهم يعني يقصد يعني هل ما اي فرد في الجهاز مش يعني مش شرط ممكن يبقى ليه دور كده انه يحقق اللقب او عايز يقول يعني ان الاهلي كان خسران كاس السوبر الافريقي وانه هو لما دخل الجهاز ممكن كان ليه دور كبير في التحقيق للفوز يعني لا هي المنظومه كلها اللي بيبقى ليها الدور الكبير مش افراد خد بالك كل فرد بيقوم بدور
المنوط بالظبط بيه ان هو يقوم بيه من بالظبط، خلال شغله، وتكتمل ولكن كل الادوار تحقق النجاح. مظبوط بالظبط كده في مظبوط الاخر ما بتنسبش الواحد ولا اللعيب ولا لحد في الجهاز، يعني ما بتنسبش لواحد لوحده، هي منظومة كلها، منظومة الفرقة كلها بتبقى ناجحة. والنمرة واحد في من وجهة نظري أنا في اللي ليه الفضل الكبير جدا 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 بنسبة 99% في حصول النادي الأهلي على البطولتين دول هو جماهير جمهور النادي الأهلي العظيم، مظبوط هذا الجمهور العظيم اللي هو بيحرك الصخر، يعني فعلا جمهور، انا يعني كلمة جمهور مرعب انا بحبها جدا قوي الكلمة دي، لان هو فعلا بيرعب اي فريق بيلعب قدام الاهلي خد بالك وبيكون المفارقة ان كلمة جمهور مرعب مش جاية مننا احنا، دي جاية ايوه حتى من العين وجمهور العين ولاعيبة من العين الامارات بالظبط. يعني بكل وبعدين بكل انت روح لو حلوة لو قالوا كده. اي لو رجعت للماتش بتاع العين يا محمد، الهدف الاولاني الغلطه بتاعته من رعب اللعيب من اللي هو الرعب. نادي ده رعب بتاع الجمهور، وفي يعني اول هو ربع مش ساعة تلت شايف ساعة يا اساسا كابتن، اول تلت ساعة شفت التمرير عامل ازاي والاخطاء عاملة كل ازاي. الفرقه، يعني الكلام ده احنا كلعيبه نحسه لان احنا لعبنا قدام 120 الف متفرج و100 الف متفرج والاستاد مليان على الاخر. خد بالك استاد القاهره ده فيه سر، السر بتاعه ايه؟ اللي هو لو اي لعيب مش عارفه يحصل له حاله من التوهان وحاله من الرعب فعلا، ان انت لو الملعب مليان ونزلت الملعب وبصيت على المدرجات، يعني عينك جابت المدرجات وهي مليانه مش تتخطف. هتعرف تباصي كوره، مش فعلا. وده اللي حصل مع فرقه العين، اوكي يعني هم من الفرجه بتاعت شكل الجمهور وان هو مالي الملعب واللون الاحمر اللي كاسي المدرجات وكاسي التراك، حتى التراك كان الارضيه بتاعتها حمراء في الملعب، التراك اللي بره الملعب، فالمنظر كان مرعب فعلا يعني. فهم اتخضوا بشكل رهيب، والجون الاولاني والجون الثالث ما هم اخطاء ده من الخوف من الجمهور مش من حد تاني. الجون الثالث خطأ شديد. نفس الكلام الراجل السردباك الراجل والتاني برضو المحترف، ما مخطوفه اتعملت ثرو باص لا الجون التاني حلو قوي، يعني التاني الجون هجمه التاني مرتده يعني رائعه لا لعبه هجمه حلوه وهجمه لطاهر. مرتده وفيها سرعه من وفيها وسام تحرك لطاهر. لقدام، مظبوط مظبوط وامام حط الكرة بشكل كويس، وطاهر مظبوط عمل اسيست بشكل كويس قوي الاوفر اللي عمله. لا انا بتكلم على الاول، الجون الاولاني والثالث والتالت البنالتي. مظبوط هو الخوف هي الكوره، لا الثالث البنالتي كانت مع السيرد باك الكوره بس، وسام جاي من ظهره وهو مش حاسس بيه، ما مظبوط كل ده خوف، مظبوط يعني ده خوف مش شطاره من حد، ده الجمهور عمل رعب لفرقه العين مع ان الجون التالت فعلا. جاي في الدقيقه حاجه و90، لسه سيرد باك مرعوب قاعد فوق ال 90 دقيقه مرعوب. ايوه هم خلاص هم مش مصدقين نفسيهم، لا فرقه العين في اليوم ده خلي بالك كان ممكن يخسروا 6 7 يا كابتن، لو اول 10 دقائق ربع ساعه جه جولين من الثلاثه اربعه اللي ضاعوا دول كان فتح، بالظبط كانت فتحت. مظبوط بالظبط، ده حتى الخوف والرعب على المدرب بتاعهم كمان كريسب كريسب، واضح. يعني ولا هو عارف حتى اللعيبه الوحشه، ده هو عنده لاعب باك رايت، الباك رايت والراجل اللي قدامه في باك نص رايت اللي هو الملعب، بندر اللي هو الباك لا رايت لا لا ده حاجه بندر. مش معقوله، ده عارف العربيه اللي البطاريه بتاعتها نامت مش قادره مع انه تقوم، يا كابتن مش كده يعني، انا شفت له ماتشات قبل كده مش كده خالص، معرفش. عشان هو ده بقى تأثير الجمهور وتأثير جمهور النادي الأهلي المرعب فعلا. ده اللي بيسموها فعشان كده حمى ما قبل البداية، يعني يجي لك كده. بالظبط بالظبط في علم التدريب، برافو عليك، هي حمى ما قبل البداية، ما مظبوط قبل البدء. مظبوط. فطبعا هم اللعيبة نزلوا وهم بيسخنوا اتخضوا وخلاص بقوا في غيبوبة يعني. طيب كابتن خالد، ال 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 الأهلي خلص ويعني كسب الكاس السوبر المصري، اتفرح 7 5 6 ساعات وبعدين قفل من يوم 25 عفوا عشان ماتش العين كان يوم 29. اي وبعدين كسب العين قفل عشان الدوري يوم السبت. اي حاجتين. وبعدين اتمرن مستر كولر امبارح، يعني احنا متعودين انك تلعب تاني يوم تاخد اجازه يعني.
اي ويتمرن يرجع الخميس. هو عمل العكس يعني، هو الاربع اتمرن، عمل تدريبات استشفائيه للعيبه اللي لعبت وبقيه اللعيبه اتمرنت، وريح النهارده اجازه اللي هو الخميس، ثم هيتمرن بكره الجمعه وبعدين يلعب يوم السبت. ايوه حاجتين بقى يعني احنا المعتادين عليه انه تاني يوم اجازه ويبدا تدريباته تاني، انا مش ما فهمتهاش دي حضرتك لو تقول لنا يعني هو ليه عمل كده. الحاجه الثانيه ازاي اللاعب بيعرف يفصل يا كابتن اصله؟ خد بالك ده جزء فيه جهاز عصبي يعني، يعني انك تبقى مشدود في نهائي سوبر الابطال قدام الزمالك وفرقه كبيره وماتش كبير، وبعدين تكسب فتفك اعصابك، وبعدين تاني يوم تتشد عشان عندك ماتش بعد 3 4 ايام على كاس مهم زي انتر كونتيننتال، وبعدين تكسب فتفك، وبعدين ترجع تاني هتشد المفروض عشان عندك انطلاق الدوري، فعايز تنطلق وانت كسبان وفريق منافس قوي سيراميكا مش سهل يعني، يعني منافس قوي. قول لي الحاجتين دول بقى تدريبيا بتاعت الاربع وحكايه ازاي اللعيب بيفك ويفتح ويفك ويقفل ويفك ويقفل دي ازاي؟ بالنسبه لاول حاجه انت قلتها بالنسبه للراحه اللي هي تاني، المفروض انت بتقول تاني يوم المباراه بناخد راحه وبعدين بيبتدي التمرين من بعديها بيوم. تمام. كولر بيعمل العكس، بيمرن تاني يوم الماتش تاني يوم وبعدين يدي راحه. دي حاجه علميه وبس، احنا يمكن يعني نشرحها للناس عشان الناس تبقى برضو فهمها كويس جدا. انت لما فريقتك بتلعب ماتش النهاردة وبتجيبهم تاني يوم يتمرنوا ليه؟ عشان لو اي لعيب عنده اصابة تبان في اليوم دون لما بيجي فيبتدي ان هو يتعالج. انت عارف في اصابات ما بتبانش في يوم الماتش. تمام. تاني يوم، فبدل ما يبقى تاني يوم انت في الاجازة انت بتيجي النادي عشان لو في اي حاجة حد كان تبان من تاني يوم تبتدي تلحقها يعني بالظبط على طول. وبعدين بيدي يوم الاجازه. بس خد بالك هو في تاني يوم التمرين دون الخفيف اللي هو بيبقى استشفائي عشان لو في اي اصابه، ده بالنسبه للي لعبوا يعني للي لعبوا. اللي ما لعبش لا بيتمرن عادي وبياخد حمل اعلى شويه بيتمرن عادي. وبعدين كل المجموعتين ياخدوا بقى اجازه في اليوم اللي بعديه. اوكي، دي اول حاجه. بالنسبه بقى لعمليه الفصلان وازاي يفصلوا فرحه قصدي حاجه مرتبطه بالجهاز العصبي الحركي يعني، يعني انت بتبقى في قمه التركيز ومشدود جدا في الماتش، فجاه بتكسب فبتقعد تغني مع الجمهور وتفرح وترقص وتستقبل تليفونات وتصور سيلفي وتبعت وسوشيال ميديا وتطلع في القنوات، تاني يوم تقوم قافل عشان عندك بعد اربع ايام كاس مهم زي ما حصل كده انتر كونتيننتال، وبعدين تتشد تاني، وبعدين ماتش مشدود، وبعدين ترجع تاني يوم تقفل عشان عندك ايه بتعملوها ازاي دي؟ يعني لا هي بتتعمل تلقائي وهي عمليه تعود. لسه هقول بتبقى عمليه تعود حتى بالنسبه للجهاز العصبي بتاعك، انت بتعوده على حاجات معينه بتمشي عليها، بتوصل لحاجه اسمها برضو في علم التدريب للآلية حتى في النواحي النفسية. فبتقدر ان انت تفصل، بتلاقي نفسك لوحدك بتفصل لان انت خلاص اتعودت على المنظومة اللي انت شغال فيها طالما هي نظامها كده في بطولة في التانية في ماتش. اي لعيب يقدر يعمل كده يعني؟ يعني اي لعيب، اصل كمان خد بالك بتبقى سهلة على لعيبة النادي الاهلي. ليه؟ لان المستويات اللي بيلعبوا قدامها، ودي نقطة مهمة جدا لازم الناس برضو تعرفها، لعيب الكورة لما بيحس ان هو هيلعب قدام فرقة هو امكانياته، لعيبة الكورة بتبقى عارفة امكانياتها اعلى من اللي هلعب قدامه ولا تمام. هو احسن مني. تمام. لما بيبقى عارف ومقتنع وعنده ثقة في نفسه ان امكانياته احسن من اللعيب اللي هيلعب قدامه او الفرقة اللي هيلعب قدامه، بيبقى اهدى بكتير جدا، مبقاش فيه ضغط عصبي كده. الضغط العصبي بيبقى زيادة بقى على الفرقة اللي بتبقى امكانياتها اقل. تمام. يعني زي مثلا لو جينا الاهلي والعين، الاهلي امكانياته اقوى، العين كان زمان. واحنا برضو عشان ما بنحللش الماتشات او ما بنحللش الفرق بشكل كويس عشان ما بنتابعهاش، يعني انا عشان انا العين بتفرج عليه على طول، فانا عارف ان هم مش زي الاول. حضرتك تقصد في الميديا يعني؟ في بالظبط. لكن اكيد الاجهزه الفنيه بتعمل ده من خلال المحللين. الاجهزه الفنيه المفروض ان هي بتعمل ده، بس انا بتكلم في الميديا والمحللين. لا العين بعيد جدا. ده احنا يا كابتن في الميديا بنزيد شويه.
خد بالك يعني خد بالك ساعات نزيد كده في الحوار في ماتشات خسارة العين بالنتيجة دي هتخلي نادي العين يمر مش بموسم، بموسمين كارثيين ورا بعض، كارثيين كارثيين، لان هم كل الاجانب اللي هم جابوها واكيد بمبالغ كبيره قوي اللي احنا اتفرجنا عليهم دول المفروض المحترفين كلهم الموجودين يمشوا، تمام، المفروض كلهم يمشوا يعني. مين او على اللي الاقل جاب اغلبهم، اللعيبه دي؟ على الاقل اغلبهم على الاقل كمان يعني. كمان المدير الفني بتاعهم كسبه بعد الماتش، قال لك احنا كانت من المعجزات ان احنا ناخد كاس اسيا، تصريح نبقى ابطال اسيا، صعب دي من المعجزات. فهو ما بيقولش كده من فراغ، لان هو عارف امكانيات اللعيبه اللي عنده مش كويسه، لا تستحمل اي ضغوط يعني. طب هو كابتن، ما هو اللي كان عنده فتره اعداد مثلا، وهو كسب كاس اسيا وكان عنده فتره صيف وانتقالات صيفيه، مش هو اللي بيجيب المحترفين، هو اللي بيقول ده يقعد وده يمشي وده المفروض، المفروض يعني، هو اول اللي يتحاسبه على اللي مش هو هو المدير الفني. يمكن برضو مكسبهم لبطوله اسيا برضو خمهم شويه، وارد طبعا، خمهم شويه على حساب كمان انديه كبيره يعني، انديه السعوديه طبعا انديه كبيره جدا يعني لما تكسب. طيب